البضاعه بتطلع من المينا ما بنستفيد من حضرته اشي. من تحتها بنلفها؟ لا مش من تحتها، منجيب السيخ هذا اللي في ايدنا اليمين بنحطها هيك فوق القطبه، عرفتي كيف؟ ها منجيب السيخ هذا بالضبط، منجيب الخيط بعدين بنسحبها ونضغط هيك بتطلع. بتطلع بنفع جرب؟ اذا خربتيها ماما يلا يلا لا اشوف هاي طلعتها. لا طيب ما هي ما سنتي طيب ها يلا. أيوة. مسكتو استني شوفي هيك وهيك. طيب ها شوفي هيك وهيك خلص ماشي ماشي بزبط هاي حنفوتها من هون. ايوه هاد حألفه من تحتها وهيك. ايوه وبسحبه. ايوه سوري وبرجع بفوتني برجع بفوتها من هون. يي ماما طلعت طلعت والله هذا اللي حاسب حسابه. سوري ما انا بدي العب انا. طب ماما اسمعي في حدا رح يجي يزورنا. مين؟ حدا. ما كل يوم بيجيني حدا. مين؟ واحدة ست. شو بدها ومين هي؟ ما بعرف. يلا خلص تصبح على خير باي. لازم نتحرك بسرعة. شو ما بيجي إلا لما أتصل فيك؟ عادي. عادي. تفضل. شو وين عصام؟ ما بعرف هلا بيجي. خير. شو أخبارك؟ شو بتصير تو؟
وين بروح هذا؟ إذا ما تحركنا بسرعة البضاعة رح تطلع من الميناء. لسه ما خلصوها، يعني لسه ما خلصوا جماركها وهاي الأشياء اللي زي هيك. هشام إحنا ما بنلعب، أنا صبرت عليك بالشكات، عصام القصة مش سهلة. ليش قلبك ضعيف؟ أنا قلبي مش ضعيف، بس يا جماعة الخير الشغلة بتخوف. احكي لي أنت وين بدك تبيع البضاعة؟ الشاري موجود، طلع البضاعة والشاري بيستلمها. وأنا شو حصتي؟ شكاتك مع رندا، طلع البضاعة تعال خذها.